السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 38 و 39 من كتاب لو شومان دي لاتر المستوى الرابع ابتدائي. وحنا وصلنا كملنا الوحدة الخامسة، دابا نبداو في الأسبوع الخامس ديال كملنا الوحدة الأولى عفوا، نبداو في الأسبوع الخامس ديالها. عندنا الأسبوع الخامس في أي وحدة هو ديال الامتحانات وديال التقويم والدعم، أنا إيفالياسيون سوتيان إي كونسوليداسيون أكتيفيتي أورال. نبداو بأكتيفيتي أورال في الصفحة 38 ونديرو أكتيفيتي دو ليكتور في الصفحة 39. هنا في أكتيفيتي أورال الأنشطة الشفوية قالك جو ميكسبريم، أعبر، جو بريزونت أون ريجيون سون لا نومي، قالك نوري واحد المنطقة بلا ما نعطي الاسم ديالها، اي جو لاس مي كاماراد لا ديكوفغيغ، ونخلي الفرصة للزملاء ديالي هما يعرفوها لراسهم، بحال نعطيهم شي حجاية ولا نعطيهم شي لغز، نخليهم هما يكتشفوا هاد البلاصة اللي كنوريهم، ما تعطيش الصورة منها، وقول عطيهم شي إشارات دون ليست دو ماروك، قالك هاد البلاصة هادي كتوجد في شرق المغرب، وشرق المغرب راه حدا الجزائر، لالجيري اي لالجيري اي اليست، الجزائر راها في الشرق. واش هاد المدينة غتكون وجدة، نادور، اكسيتيرا، السعيدية، اكسيتيرا. دي مونيمون هيستوريك، فيها معالم تاريخية. دي سيت اركيولوجيك، فيها مواقع اركيولوجية. دي بارك ناتشورال، فيها حدائق طبيعية. إذا شكون هادي؟ هادي وجدة. ثم هنا هاد الاشارات هادو غنشوفهم، شنو نشوفوا الصوره ونشوفوا الاشارات. قالك دون لو سود است دو ماروك، قالك راها في الجنوب الشرقي ديال المغرب. واش هي الراشدية او ورزازات؟ نزيدو اشارات اخرى، وفيها القصور بحال هاد البني هذا القصور ليكسار، فيها لي وازيس، لي زوازيس يعني الواحات، واحات فيها دي ستوديو دو سينما، يعني فيها ستوديو هاد ديال السينما تما كيمثلوا الافلام السينمائيه، وفيها مشروع نور ديال الطاقه الشمسيه لو بروجي نور. اذا شكون هادي؟ معروفه هي ورزازات، هي اللي فيها السينما وهي اللي فيها المشروع ديال النور. واضح. هنا موراها قال لك جيماجين، اتخيل افيك مي كاماراد، مع زملائي، ان ديالوغ، نتخيل واحد الحوار نكتبو بور بريزونتي مون بي، باش نقدم بلادي، et pour m'informer ou informer sur sa civilisation، باش ناخذ معلومات او نعطي معلومات حول الحضاره ديال بلادي. انت كتشوف مجموعه من الصور هنا، بحال دابا هذه المغاره ديال هرقل في طنجه، هنا هذه صومعه حسان، هنا هذه القنطره ديال محمد السادس، هذا مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، هنا هذه كاينه في اسفي، كاينه هذه القصر الحمراء في مراكش، هذه فوليبيوس وليلي، الى غير ذلك. هذه ورزازات وهذه وجده. واضح. ندوزو دابا ل 39، صفحه 39 في كاينه القراءه، قراو داك النص ونجاوبوا على الاسئله ديالو. صفحه 39 ليكتور، قراءه. لي ميتيي دو فاس، مهن او حرف فاس، خدمات اللي كاينه في فاس. Tout près de la grande mosquée، قريب جدا من المسجد الكبير، la grande mosquée، se trouve، يوجد la قيصرية، توجد قيصرية، قيصرية هذاك اللي فيه المحلات التجارية. vast marché، هو واحد سوق واسع، vast واسع، marché سوق. formant يشكل tout un quartier، يشكل منطقة كاملة، حي بالكامل، دو غويال، من الأزقة، كوفيرت، من الزناقي المغطية، قيصرية بحال كيكون محلات تجارية وفيهم دوك الزناقات بيناتهم ومغطين. فيرمي لا نوي، وكيسد بالليل، مغلق ليلا. فواسي دابور لي مارشون دو سيرج، ها هما أولا هنا تجار الشمع، لي مارشون، تجار ديال سيرج هو الشمع. اي دونسون، شنو هو دونسون؟ هو البخور، تباخيره، جاوي. دون لاكتيفيتي اي ليي، الذين
ارتبطوا نشاطهم النشاط ديالهم لاكتيفيتي مرتبط ليه مرتبط على في ريليجيوز بالحياه الدينيه يعني انا داك البخور كيتستعملوا في الاعياد الدينيه وكيستعملوا ريليجيوز يعني عندها علاقه بما هو ديني تو بري اوسي يعني قريب جدا ايضا غير تما قريب ليهم كاينه دي موسكي اي دي زوتيديون كاينه ايضا المساجد اللي كيقراو فيها الطلبه العلم دي موسكي اي دي زوتيديون لو سوق دي ليبرير يعني السوق ديال الناس اللي كيبيعوا الكتب لي ليبرير هما الناس اللي كيبيعوا الكتب المهنه ديالهم هو بائع كتب اي دي بابوتيي يعني بابوتيي هما القرطاسيين صحاب القرطاسيه لي بابوتيي وي سولوي دي ريليور ثم دوك الناس ديال الجليد اللي ديال الجلود اللي كيصابوا الجلد اللي كيصابوا الجلد مشهوره بهم فاس بزاف اللي كيصابوا الجلد دي ريليور ترافايون اوسي لو كوير اللي كيصابوا ايضا الجلد فيان لي بابوشي لي بابوشي هما اللي كيصابوا البلاغي لي بابوش بلاغي وشراب لي بابوشي واضح les quartiers les plus intéressants الاحياء les quartiers les plus intéressants اكثر اثاره الاهتمام يعني اللي مهم بزاف sont ceux des tanneurs هم ديك اللي فيهم les tanneurs هما الضبارين الاحياء ديال الضبارين اللي كيصبغوا الجلد كيصابوا بهم جاكيطات الكوير كيصابوا بهم اي حاجه ديال الجلد les tanneurs هما الضبارين dans les grandes cuves vernissées et coloriées dans les عندهم الذين تتلألأ هاي تتلألأ vernissées les grandes cuves شنو هما les grandes cuves هما الاحواض ديالهم الكبيره الزجاجيه vernissées et coloriées chatouille vernissée هي زجاجيه ملونه شاتوي يعني تتلألأ مع الشمس يعني كتبقى تبارك مع الشمس اي دي بوتي ودوك الناس ديال الخزف لي بوتي هما اللي كيصاوبوا دوك لي فاز وكيصاوبوا دوك القدرات وكيصاوبوا لي بوتي الناس ديال الخزف كيصاوبوا الطواجن كي فاسون لي بلا الذين يشكلون الاطباق يعني كيصاوبوا دوك لي بلا دوك الطباس ديال الطاوس الى غير ذلك اي لي فاز سيليبر والمزهريات لي فاز كنديروا فيها الورد وداكشي لي فاز سيليبر دو لا فيل يعني المزهريات الشهيره في المدينه اي فابريك ويصنعون سي كارو دو فايونس كي كيصاوبوا هذوك الكارويات ديال الجليج ديال الفايونس اللي كيصاوبوا به الارض كي ديكوبي دونغون لي زليج اللي هما ملي كنقطعوهم كيعطيونا الزليج كيتصنعوا منهم الزليج ملي كنقطعوهم نشوفوا الشروحات اللي عندنا هنا هنا سيرج هو غروند بوجي واحد الشمعة كبيرة طانور هو الضباغ هو ارتيزون يعني صانع تقليدي كي بريبار الذي يعد لي بو الجلد pour en faire du cuir كي ديال الجلد ديال الحيوانات مثلا ديال المعيز ديال الغنم وكيصابوا منه داك الجلد ديال الالبسه اللي كنلبسوا كيقادوهم يرطبوهم ويصبغوهم وهذوك هما اللي كيستعملوهم في اللباس بوتيي هو صانع الخزف داك الارتيزون اللي كيخدم في الفخار الخزف ارتيزون هو واحد الارتيزون صانع تقليدي كي فابريك اللي كيصنع ايفون ويبيع دي بوتيي داك الاواني الخزفيه اوبجي ها هو ديرك بين قوسين المعنى ديالهم هما ادوات ولا اشياء فابريكي مصاوبه اون تير كويت يعني بداك الطين مسخن طايب باش كتقاد في الشكل ديالها اللي كيتباع به واضح ندوزو دابا لجولي اي جو كومبرون اقرا وافهم هنا قال كيل ايتابليسمون ريليجيو ريبريزونت ليماج شنو هاد المؤسسه الدينيه اللي كتبينها لنا الصوره كتشوف الصومعه وكتشوف هادي شنو غيكون هذا سي اون موسكي باين اون موسكي مسجد اون موسكي هنا دون كيل فيل سيت ايتابليسمون سو تروفتيل في اين مدينه كاينه هذا المسجد هذا
نقولوا A فاس هكا نهضروا على فاس. Quel est le titre du texte? شنو هو عنوان النص؟ هو لي ميتيي دو فاس. لي ميتيي دو فاس. إذن هذا هو عنوان النص. Y a-t-il un rapport entre le titre et l'image؟ واش كاين علاقة ما بين العنوان والصورة؟ وي كاين علاقة ما بين العنوان والصورة. لان هنا في هذه المناطق هذا شنو علاش شنو العلاقه؟ هو قال لك وسط حدا الجامع دايرين به الدباغين دايرين به دوك صحاب الخلف دايرين به اذا قال لك غير تما حدا المسجد دايرين كلهم دوك صحاب الحرف والمهن. دو كيل غوند موسكي بارل لو تيكست؟ اين مسجد اللي كنهضروا عليه في هذا النص؟ المسجد اللي كنهضروا عليه في النص هو مسجد القرويين القرويين راويين. او سو تروف تال فين كتواجد هاد القرويين؟ كتواجد ا فاس. او سو تروف تال ا فاس. انا قال لك كو تروف تون ا كوتي دو سيت غراند موسكي؟ شنو كنلقاو حدا هاد المسجد الكبير؟ شنو نقولو كنلقاو؟ كنلقاو لا قيصريه. قيصريه كنلقاو القيصرية. وشنو كنلقاو؟ لي مارشون التجار. هنا إيتيل أوفيرت لا نوي؟ واش كتكون مفتوحة بالليل؟ قالك لا إلي فيرمي. يعني القيصرية إلي فيرمي راه كاينة في النص راه كتسد قالك في الليل. لي فيرمي لا نوي. واضح. نشوفوا هنا السؤال الثالث كي كومبليت لو طابلو سويفون ا بارتير دو تيكست. عمر هذا الجدول انطلاقا من النص. هنا لي بابوشيي قالك شنو هنا الصانع التقليدي شنو سميتو هنا؟ وهنا شنو كيصنع لينا؟ فهمت؟ لي بابوشيي شنو كيصنعوا؟ لي بابوش بلاغي قلناه لي بابوش. هنا لو كوير شكون اللي كيصاوب لو كوير؟ هو لو طانور الدبارين هو اللي كيصاوب الجلد. هنا غوليور شنو كيدير؟ لي غوليور هما كيخدمو تاني تا هما كيتسماو اللي كيجلدو المجلدين واش نقولو كيخدمو فاش في الجلد. هما والدبارين بجوج كيصاوبونا الجلد. هنا لي فاز اي لو زلي شكون اللي كيصاوب لنا لي فاز؟ لي فاز هما لي بوتيي مخزفيون. لي بوتيي صابنا المزهريات و الزليج. واضح. انا قال لك بريفير تو واش كتفضل لي زوبجي دارتيزانا و لي برودوي اندستريال؟ كتفضل لي زوبجي دارتيزانا واش ديال الصناعه التقليديه ولا الاشياء ديال الصناعه العصريه؟ مثلا حاجه واش تبغيها مثلا عندك عشريه بلغه واش تبغيها مصاوبه المعمل ولا مصاوبه باليد؟ بالعكس اللي مصابه باليد كتكون اغلى وكتكون اجود لان كتكون فيها واحد الخدمه مزيانه بزاف كتكون فيها الجوده يعني تضرب لك 4 سنين الحاجه ديال الماكينه دغيا كتخسر. اذا جو بريفير لي زوبجي افضل دوك الاشياء اللي كتبيع كيبيعهم الصناع التقليدي لي زوبجي دو لارتيزانا لارتيزانا ماروكان للصناعة التقليدية المغربية. وهكا كملنا النص هاد ايفالياسيون ديال اكتيفيتي اورال ديال الأنشطة الشفوية وديال اكتيفيتي دو ليكتيور الأنشطة القرائية. إلى اللقاء.